بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يا شباب في قناة دكتور كاد. معاكم ياسر سيد، وانتوا دلوقتي بتتفرجوا على كورس البي دي ام اس، وده اول كورس بي دي ام اس هتلاقيه على اليوتيوب باللغة العربية. موجود كورسات كتير للبي دي ام اس بس كلها بالانجليزي، وده حابب اللي يتفرج يحب يتفرج بالعربي. يمكن الفيديو دوت معمول عشان احنا نتكلم عن محتويات الكورس. لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو حابب تتابع كل جديد ينزل مننا تقدر تدوس سبسكرايب. طيب اول حاجة هنتكلم عليها البي دي ام اس، هو منتج شركة ايه؟ هو انتاج شركة افيفا. طب مين افيفا وايه منتجاتها الباقية؟ ده ان شاء الله هنتكلم عليه. هنتكلم ان البي دي ام اس ده بيشتغل عليه تو تيم، الادمن واليوزر. اليوزر هنتكلم هو بيعمل ايه، مسؤولياته ايه، المخرجات بتاعته، الانبوت الاوتبوت، كل ده هنتكلم عليه. هنتكلم على الادمن. طيب الكورس بتاعنا دوت هنتكلم مينلي عن اليوزر. طيب هنتكلم اليوزر ده بايبنج ديزاينر، ايه اللي هو محتاجه عشان يبدأ يشتغل؟ برضو ده هنتكلم ان شاء الله عنده بإذن الله. بعد ما يخلص ايه الاوتبوت بتاع البي دي ام اس، تمام، ده هنتكلم عنه. هنتكلم كمان الهيراركي، ايه الهيراركي بتاعت البي دي ام اس، الشجرة التنظيمية البي دي ام اس، انا بحط الحاجات ديت ازاي، وانا لو عايز اعمل تانك احطه في اي حتة كده وخلاص؟ لا، ليها تنظيم هنتكلم عليها. هنتكلم عن البي دي ام اس انترفيس، الواجهة بتاعت البي دي ام اس، الحاجات ديت كلها هنتكلم برضو ان شاء الله عليها. طيب هنتكلم عن الميجر، الدايمنشن، ازاي اقيس بين تانك وتانك، من اكويبمنت واكويبمنت. طبعا احنا بنتكلم على بي دي ام اس يعني اويل اند جاز، يعني الملي بفلوس، مفيش حاجه بهزار كده. كوردينيتس او كوردينيشن ديت مهمه جدا، فالميجر ده من اهم الحاجات في اي برنامج اويل اند جاز. هنتكلم على اكويبمنت موديلنج كمان، موديفاي، ازاي اعمل اكويبمنت كفلير، ازاي اعمل تانك، ازاي اعمل بامب. طب ايه ده، هي الحاجات دي كلها اعملها مفيش حاجه جاهزه؟ لا، في ممكن تلاقي بمبات جاهزه ستاندرد نازله مع البرنامج، طب انا اقدر اعدل فيها؟ اقدر اعدل فيها، دي كمان هنتكلم باذن الله عليها. طيب هنتكلم كمان عن البايبنج، وده اهم حاجه لان هو البرنامج ده متخصص مينلي في البايبنج. هنتكلم ازاي نعمله 3D، ازاي نطلع الايزومتريك، الايزومتريك هيبقى طالع شكله ايه بالشكل ده، هنعرف ازاي نطلعه بالشكل ده وافضل باذن الله. عايزين نحط عليه نوتس، عايزين نطلع نهايه، نطلع جزء معين، برضو ده ان شاء الله هنتكلم عليه. طيب هنتكلم ازاي نعمل استراكشر، ايه ده استراكشر؟ مهم جدا استراكشر، ازاي اعمل باي بريك، ازاي اعمل سبيشال باي سبورت، ازاي اعمل لادر، ازاي اعمل ستير، ازاي اعمل هاند ريل، كل الحاجات دي هنتكلم عنها برضو باذن الله. يمكن الحاجات دي مهمه جدا، والاستراكشر ده مهم جدا في البي دي ام اس او في برامج الاويل اند جاز عموما. طيب الدكت والكيبل تري بيتعمل في البي دي ام اس؟ بيتعمل. طب ازاي هنتكلم عنه، وطالع شكله ازاي برضو هنتكلم عنه. فبإذن الله بإذن الله انت هتلاقي نفسك طالع من الكورس دوت يعني في استفادة جامدة جدا. هنتكلم عن الجنرال ارنجمنت، بتطلع ازاي من البي دي ام اس، وشكلها، البرزنتيشن بتاعها، كل ده مهم جدا. الالوان ايه تحت ايه، الحاجات دي كلها دي برضو ان شاء الله ان شاء الله هنتكلم عن الاكسبورت 3 دي موديل، وده اهم حاجه او من اهم الحاجات. في الاخر الكلاينت بيحس ان هو بيشتري 3 دي موديل، هو شايف البلانت بتاعته 3 دي موديل، فهي بالنسبه له مهمه جدا. ازاي نطلعها، ازاي اصدرها، ازاي ابعها اكسبورت تو نيفيس، ازاي اعمل موديفاي في النيفيس، موديفاي فور كولر فور برزنتيشن، مش موديفاي الايكويبمنت او البايبنج، ده كله ان شاء الله هنتكلم عنه. الكورس ده باذن الله باذن الله انت كيوزر ان شاء الله لما تخلص تلاقي نفسك بروفيشنال جدا جدا في البي دي ام اس. اوامر كتير كتير ان شاء الله هناخدها بمنتهى البساطه باذن الله. ان شاء الله هنخلص ده باذن الله باذن الله. بعدها هنتكلم عن نبدا في ان شاء الله كورس الادمن، ويا رب بالتوفيق ان شاء الله للجميع باذن الله.